شو بك؟ رايحين ووتر بارك. ووتر بارك رايحة ووتر بارك. إلا مشوبة كتير كتير. أتينا أكتر أكتر. شو يا عمري؟ برينجلز. يا جماعة الدنيا كتير شوب كتير خطير خطير. عم نحترق. الله إشو أنا إش هالأبوعة الخنفشاري. كيفك حبيبي؟ أبو الزين شو أخبارك؟ الله تمام. إذا أنت بخير أنا بخير. إذا أنت مو بخير جوي كله مو بخير. لا أنا يعني أنت الأساس يعني. بالفعل. إذا نسوان نكهدو الله يعين الرجاء. الحياة راحت يا جماعة. خلينا نعترف شوي معلش. بس حياة هيك حلوة. نعترف كتير مو شوي. كيفكم شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم يوم غير يا جماعة. رايحين على المسبح. في جماعة هون منعرفهم أو تعرفنا عليهم بصراحة وكسبنا معرفتهم بصراحة كتير مبسوطين. فعزمونا في بمجمع تبعهم مسبح فرايحين لهنيك. وطبعا مجمع كبير ومسبح كبير عزمونا وهيك. فرح أخذ البنات وأخيرا اللي كتير مبسوطة. مبارحة ما صدقت إنه اليوم يجي وتروح على المسبح. فالحمد لله مبسوطين رايحين نبسط الاولاد كمان هيك شوي يغيروا جو. ما عم كتر مشوب اتينا شايل الحزام شايل كل شيء كل شيء بس قاعده هيك بالكرسي متسطحه. يا عمري انا حابه ابلش فيديو ما تنسوا تشتركوا القناه تحطوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس وتتابعونا جيهان على انستغرام تيك توك سناب شات وقناتي الخاصه بصندوق الوصف. ويلا بلش بالفيديو. ماني جست ماني فلا 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 ماني أنا وإلا فقيرة إيه بشوف السوار. جبت سمونات في زعتر. إيش هاي؟ بتاكلي زعتر ولا كروسان عادي؟ زعتر. إلا بتحب زعتر صحة حبيبي بتاكل زعتر؟ لا عادينا لا أتينا عطينا ما رح تاكل كله زعتر؟ زعتر بدون شاي شلون شو نعمل يا سوى؟ ماما سمون طبعا مثل معروف. انا بدي اكل ووتر بارك. انت بتاكل ووتر بارك؟ لا اوكي بدك تاكل اصلا يعني بدك تاكل هنيك بالمسبح رح تاكل. يا يومي كثير طيب على فكره حبيت. حيران لي يا دين القلوب خلتني قلبي راح يدوب. حيران لي يا دين حيران لي يا دين بين القلوب حيران لي مش ترحميني لك ليه تعذبيني لك مش ترحميني وليه تعذبيني. خافي اسمعي متجمد ابني. هاي يمكن خجلان بين البنات. خجلان يا عمري. هاي عمر كيف حالك؟ كيفك يا حلو؟ مبسوط عندك رفقات جداد؟ أتينا فايقة ورايقة. خلص رح أجيب لك حلال. أنا عن جد حسيتها هي أكثر شيء مبسوطة. أتينا مبسوطة شافت أتينا نو شافت سمك مبسوطة كانت توقع الحوض كله. نو نو بيبي نو أتين باي باي باي. يا عمري سوري شو نار كثير حلوه بس مش حلو. نار نار نار. شوفوا أتينا صايره مثل بندورة. هلو هلو انا البندوره. بس الاجواء حلوه بس لو الحر شوي اخف من هيك. والله جيانا لازمني برونزاج يعني هلا جبت لك جبت لك تبع الجزر برونزاج تبع الجزر. كيف حالك مكانك يا على الحظ عطشانين
عطشانه حتى انا. حلو هون امشي اتينا، في شيء كثير حلو هون. صح يا عمري، ليتس جو اتينا، تعال يلا. الا وسواري هنيك، جينا هون في مثل شاطئ هيك اصطناعي، بس احسن لانه هنيك كان غميق. خلينا نروح لهون جماعه. اتينا اتينا، لوك ات ماما، اتينا لوك ات ماما. رجعت تشوف اتينا والميو كله نازل. ليش خايفه؟ ما اجى عليكي المي طاوي. يلا اتينا يا عمري، مبسوطه. واو اتينا سرقت طابة حدا بدور على اتينا مشان ياخذ الطابة، واتينا عم تركض. اتينا هي مو لإلنا، اعطيها اعطيها. والله ما بتنزل من ايدها، ما حتنزل. الولد رح يبكي، واتينا الطابة بحضنا ولا هم. اتين باي باي. شوف المايو كله متزحلت منه. شو يا عمري؟ اتينا سرعت المسبح كله والله. بس طعينت. عم نطالع بدنا ناخذ مكان ثاني، مفكر رايحين على البيت. باي باي. اتينا باي. عم تطلع على ايلا يا عمري. شو شكلها؟ بدك نعمل فريندي ماما؟ ها؟ شوفوا هاي. وين ماما؟ شوفوا هديك يا ماما، هديك ما عم تبين. هلا رح نعمل برينك الا تعمل حالك. ايه رح نعمل لك. طب صيحي ماما ماما ماما. اوكي اوكي يعني شو يعني بنو هيك هذا. اوكي ويت ويت يا جماعة، رح نحط الكاميرا هون ونشوف ردة فعل الجهاز. هذا معلف خفيف وبسيط جدا. الا ويت ثواني اول شيء يا جماعة، رح نحط الكاميرا هون وانا خبى ورا الشجرة. اوكي يلا ويت. لك هي ما عملت بقى، ما عملت بقى نظيفه يعني. ايش صار معك انت؟ خفتي؟ بس ما بعرف ايش صار لك. ها ماسكه بالعمود والله. ايش صار؟ صارت عم تمثل يا عمري. يلا انت بدك تغرقي مو؟ ها تمثل علي؟ يخرب بيتكم الصور تبعتونا. عالم كيف عم تطلع علي؟ شو عم تطلع عليك؟ ايش عم تعمل؟ هي ما كانت تعرف تمثل يعني. ايش هالبرينج الخلفوشاري من عليك سبريس؟ من عليك سبريس. هلا برينج لازم انت كنت تفوتي لجوا لجوا. اللي ماسكه بالعمود الماما بق بق بق. ما بعرف اجي عم تلعب سواري هني. ايش صار؟ ما بتغرقي انت على شيء. زلمه عم بتطلع عليه هيك. المنقذ. لا المنقذ قاعد عم بتطلع لك عم تختلع اساس. هاي كرمال له. انت اعملي حالك صدقتي. ايش لك مشان كرمال البنت؟ الا كنت رح تختني كفت يا ترسيم خفت. لا عرفت مشان كانت برينج. اوه الحمد لله برينج. لا برافو برينج. الا هاي فايف هاي فايف.
ها 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 لك قلت كرمالة هي قالت بدي اعمل برينج وهيك قلت لها خلص الا قالت بدي اعمل برينج ايه داخل بالمجال صايره بتفهم بدها تعمل برينج انا عرفتك بحسي وهيك خبيت حالي على اساس كرمالة انا مثلت كرمالة يعني على اساس مو انت وياها متفقين وما زبطت عم تطالع حالك مثل الشعر ما بتعرف تمثل هي شو بعرفني ما لي علاقه بس الاجواء لا لانه انا بتعرفوا ليش ما خفت كثير ليش الزلم المنقذ واقف هيك عم بتطلع والله ما حسبت حساب حساب لك هاي الا مو انا بتعرفي انا ما قال بس يعني كيف الاجواء اوه هاي المجمع بمجمع رفيقتنا هون كبير المكان كثير وفيه كثير بيوت ففي بالنص المجمع مثل الواتر بارك مدينه مائيه هيك في هنيك عم بيعملوا كمان سيرفينج لسه عم الامواج والف قصه لسه عم بيعملوا من جديد حلو اتينا نامت سواي واخيرا جهان تعي روح احلك جو ما صدقت نام شو هدول عن جد غرقوا جهان شو رايك اخذك جوله هيك ما لبست شيء انا ما جبت شيء للمسبح هلا فوت سوا على الفريم مبسوطه مع عمر هاي رفيق الا الجديد هاي عمر هاي عمر بدي رايحين رايحين بالليل رايحين من بالليل رحلتا ووتر رايحين بالليل يا جماعة كلياتكم راحوا ظروف إلا على المقلب اللي عملته خلينا نفرح فيه برافو على البرينج إلا تعمل برينجات بماما يعني بدي إياها تمثل بس خلص راحت خلص يا راحت عليكم إيش بدك تعيد المقلب؟ والله لازم إيش رأيك نعيدها؟ يعني أتينا الكروتة والهوية وكل شيء تبعي يعني صارت مضيعة تنتين شو بدك بجزداني أتينا كل شيء بتفرضن فرد مو طبيعي بس شو تعي خدي بنتك وخلي جزداني أنا 100 مرة قلت لك شيليها لفوق مو بس ما عم لحق فأنا تعبت بشوف من شو تعبتي والله من شوي نظفت البيت شي بسكوت شي ما بعرف ايش احنا جيبك جملي الشوز تبعها بتقلي مامي باي ايه متعودة عم تجيب الكلاشة تبعها وبتقول يلا باي بدنا نروح هلا جماعة بقولوا ايش صار يعني شلون من المسبح لهون لا اللي صار امبارح يا جماعة وصلنا على البيت فرطنا تعبانين يعني اليوم هو اليوم الثاني شك على النوم صباح الخير جماعة ايه حممت الاولاد امبارح نحن تحممنا وفورا نمنا تعبنا بس كان يوم بجنن كثير انبسطنا يعطيهم الف عافية وهلا شو عم نعمل؟ رح ناكل فطور اوه جيانا عم بتجهز لنا فطور طبعا مو بس هاد مشان تعرفوا شو رح تجيبي لنا كمان؟ في معجنات وكل دي بوكس تبع بيتزا خلص يعني اذا بدنا نكبهم هيك ايش بتعمل قطونه؟ ويس لما بحمل البوكس بشوف ثقيله بدها تكبها جيهان بدها تكبها ايه ثقيله البوكس فتحتها تليفون سوار جوا يعني تليفوني على ثواني ايه بالبوكس. كان رح يروح خلص ونحن رح ندور ما حنلاقي ويس قطونه خلص عرفنا من يوم رايح من يوم رايح نفتش كل شيء خزاين اذا شيء ضايع بالخزائن احيانا بتحط جزداني بالبراد مثلا وبتفكر عليه يعني شفت مشت بالبراد يعني عادي برادي فيه كل شيء منوع ومنوع فلازم ندير بالنا جهان احسن ما تكبلي الهويه او جواز السفر لا جواز السفر ما بحبه فلافل كواك 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 شو هاي بس بنحبها وين إلا؟ مشاغبتها من حب إلا عندنا الجوحة راحت لعند سيرين قالت مامي مالي كتير بيك راحوا يتسلوا مع بعض المهم منيح في سيرين هو والله إلا بتتسلى معاها كتير بس بنحبها وين إلا؟ مشاغبتها من حب إلا عندنا الجوحة راحت لعند سيرين قالت مامي مالي كتير بيك راحوا يتسلوا مع بعض المهم منيح في سيرين هو والله إلا بتتسلى معاها كتير فالخبر الثاني الحلو الجميل التوني بطلت لحي واخيرا اللي صار التونه ضيعت نوره مشعشعه ثانك يو اللي صار التونه ضيعت لحيتها فيوم كامل من دون لحي فقلت بما انه ضايع وضايع انا مجبوره هلا اعلمها تمام فقلت هي احسن فرصه للتونه تترك لحي بهذا العمر لانه مع الوقت بصراحه بتضر الاسنان وهيك ما كنت حابب لانه بس تحطيها بكل مختصر المعجنات بالفرن نعم يا جماعة احترقوا
بعد جنات نهائيا كل شيء لا نصه مشان ما نكون عم نكذب وهيك. المهم كرمالكم وكرمال التصوير انتم ما عم تحطوا لايكات يعني ما عم تحطوا لايكات. جهال من كم وحده ضلوا كم؟ كانوا 10 لا ولا 12 كانوا 12 ضلوا 4 بعمل 1000 شغله ليا وحده والله لانه عم نصور لهم كل شيء لك ايه بس يعني لازم كان علي صاحي خلص ليش جهان انا دا كانت في محمره وكان في 4 زعتر محمره كلهم راحوا راح محمره احترق وحده ثانيه جبنه احترقت وبيتزا كمان احترقت راحت وشو صدقوا يعني هلا بتقولوا لا غير الهم من بعد ما يروح الفرح واللعيد ويسافر الزهر الخلق ليش لا ويسافر المناقيش الخلق للاكل ونصير كل العمر عني بعيد هي مثلا ايش صاير فيه هي منيحه ليه وين اللي كانت حلوه الحلوات بشوف يا اوه هي مفحمه على فكره هذا الفرن مو على الغاز ما في دقيقتين ها نحن ما متعودين نحن بلجيكا كله كهرباء وهيك يعني ايه فعلى الغاز لسه ما بنفهم السيستم على الغاز ما خايفه اطبخ على الغاز يعني نار ما بعرف بالضبط فاوكي خلينا ناكل قبل ما ناكل ننهي الفيديو جيهان ناكل المهم الخبر الحلو انه اتوني بطلت لهي الف الحمد لله ولا بدك تبطل شيء ثاني كمان ايه صايره عم تشلح البامبرز لحالها بدها ما بدها وين عم روح شوف البامبرز شكلها والله اكيد شكلها انت جايه لابوكي يعني هيك يوم شطوره ومتطوره وكل شيء بتحكي شيء بسرعه لا يعني كل شيء لهاي الدنيا فاوكي يا جماعه هيك بكون وصلنا معكم لنهايه الفيديو اذا حبيت الفيديو بس تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس وتابعونا جيهان انستغرام تيك توك وسناب شات وقناتي الخاصه بصندوق الوصف قناه جيهان قربت توصل على 100000 فبدها همتكم يا جماعه الكل هلا يروح يشتري بقناه جيهان نوصلها على 100000 وتستلم الدرع الفضي وهيك نورجيكم هيك الدرع مكتوب عليه اسم جيهان فالمهم يا جماعه ضلوا بخير وبنشوفكم بفيديو جديد باي.